بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، سعدت الآن أن ألتقي بالشيخ مصطفى بن هلال الكندي. أريد لك شيخ أن تحدثني عن قبائل ظفار إن سمحت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا أنا أحدثك عن بعض قبائل الظفار ربما جميل. الكبرى يعني ما قد يكون ما استطيع كلهم. جميل. طبعا هي ظفار تقع في يعني المنطقة الجنوبية من عمان. نعم. وهي مرتبطة أكثر شيء بقبائل المهرة. زين، وحتى إنه أهم يعني من الجبال المهمة. من الجبال المهمة في ظفار جبال القمر. ما شاء الله. من جبال الرئيسة يعني ما هو الجبل لازم نقول رئيسي. جبال أخرى فيها. نعم. جبل القمر. والقمر هو القمر بين الآمراء بين الطمر بين مهرة، فهو رجل مهري. مهرة يعني هذا القمر، وهو والد ريام. منسوب عليه جبل بني ريام، معناه هنا في الشمال. نعم جميل. أيوة. زين، طبعا هو ظفار اول من بناها حسب ما ورد في كتاب ارشاد السائل لا معرفة الاوائل. نعم. شمر بن الاملوك الحميري. وهو من حمير. زين، هذه اولا. ثانيا، هي من اهم القبائل الحين في ظفار، او من القبائل الكبرى في ظفار، من قبائل المهرة. نعم. تعتبر ذيك المناطق من يعني من 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 مناطق المهرة الرئيسة. نعم. زين، وحتى هي في جنوبها تقع محافظة المهرة. صدق. ومن هي من نفس القبائل تقريبا. أه. المهم انه كثير من القبائل ظفار من القبائل المهرة. كيف نزلوا المهرة هناك؟ مشان احنا نتكلم عن كيف نزلوا المهرة، لانهم هم من اولى القبائل. نعم. الاصل هم خرجوا من اليمن. القضاعيين هي المهرة قبيلة قضاعية من حمير. نعم. هم خرجوا مع مالك بن فهم بن غنم الأزدي. إنزين، خرجوا من بعد انهيار سد مارب من اليمن إلى جبال السراه. جبال السراه جنوب الطائف تقريبا 100 كيلو. إنزين، بعدين مالك بن فهم خرج من هناك وجاء عمان عن طريق حضرموت. اي ما شاء الله. عن طريق حضرموت ومر على بير برهوت. نعم. وقال هناك في بيت شعري قلبت الخيل من برهوت شعثا الى قلهات من ارض عماني. نعم. برهوت تقع هناك في محافظة المهرة تقريبا. انزين، المهم انه مالك بن فهم لما جاء عمان معه اهم شيء القبائل الازد وقبائل قضاعة. نعم ما شاء الله. وبعض ومعه قبائل اخرى ايضا. قبائل اخرى. المهم انه الازد جزء منهم جلسوا هناك، يعني قصة الحين نحن ما نحكي هالقصة. جميل. سبب خروجه من جبال السراء لعمان ما داعي نذكرها، موجودة في الكتب. المهم انه اولاد اخوه اولاد عمه موجودين هناك في جنوب السراء في جبال السراء، يقال لهم الزهرانيين. الزهرانيين ما شاء الله. لانه هو مالك بن فهم زهراني هو. يعني نعم. مالك بن فهم بن غنم بن دوس بن عثيان بن عبد الله بن زهران. نعم. زهران هو هذا زهران. زين. قضاعة بعضهم نزلوا في الجنوب، في جنوب عمان. نعم. والذي هم يقال لهم المهرة الحين من قضاعة. وبعضهم جاءوا معه إلى شمال عمان. منهم بني ريام. ومنهم بني ريام ومنهم النعب وإسماعيل وقبائل أخرى. زين، المهم إن هذه المهرة هي من القبائل الأساسية في ظفار. أيضا في ظفار يوجد قبائل الأشراف أو السادة. زين، وهم أصلهم من حضرموت. والأصل أصل من البصرة. أو ما شاء الله. وأصلهم الأول هذا الأشراف طبعا من المدينة المنورة. لأنهم هم من سلالة الإمام علي. كرم الله وجهه. إنزين، فهو جدهم أحمد بن عيسى قال المهاجر. إنزين، التقى برجل في الحج. إنزين، وهو جاء من البصرة. وقال له نريدك تجي حضرموت مشان لدعاية للمذهب الشافعي. لأنه أصلا أهل حضرموت كلهم أو غالبيتهم أو كلهم تقريبا كانوا على غالبية على المذهب الإباضي، وكذلك ظفار. نعم. زين، ف
فأحمد بن عيسى المهاجر انتقل إلى حضرموت. يعني المهارة كانوا اللي في ظفار كانوا إباضية. كانوا إباضية هي. إباضية نعم. كانوا. نعم. بعد ذلك يعني غيروا. انتقلوا للمذهب الشافعي. آه بسبب دعايات يعني. سبب إنه هذا أحمد بن عيسى المهاجر انتقل إلى حضرموت وقام بنشر المذهب الشافعي. نعم. وحتى إنه في البداية تجنب المدن الكبرى مثل تريم وشبام. تجنب المدن الكبرى مثل تريم وشبام لأنها زاخرة بعلماء الإباضية. إيه ما شاء الله. زين. بعدين أحد أحفاده وهو محمد بن علي. زين انتقل إلى يمكن هو محمد بن علي أو أحد من آباه انتقل لكن هو الشخصية المشهورة انتقل إلى ظفار. وهو بدأ ينشر المذهب الشافعي. نعم. انتشر المذهب الشافعي في ظفار. زين. هل أولاده يقال لهم يعني السادة؟ نعم. قال لهم السادة لأنهم هم أولاد باعتبار أنهم هم من ذرية سيدة فاطمة الزهراء. سيدة فاطمة الزهراء بنت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا كذلك من قبائل ظفار باء كثير. باء كثير. هل من كندة كنود يعني مثل نحن كنود. نعم. من كندة باكثير قبيلة كندية مشهورة. أيضا هناك من قبائل ظفار قبائل همدان. منهم الكثيري. نعم. الكثيري قبيلة همدانية. من همدان وموجودين همدان هنا في الشمال منهم الرحبيين مثلا. زين. كذلك من قبائل ظفار قبائل الحكلي. قبائل الحكلي هو الزقاق نسبهم إلى كندة. الزقاق لكن الشيخ العوتبي رحمه الله تعالى تقريبا في الجزء الأول في الوسط نسبهم هم الصيعر إلى المهرة. نعم ما شاء الله. والصيعر أيضا يقال له من كندة. الصيعر شيء قوله من كندة. زين. وتقريبا هو تولحين المشهور لكن في كتاب العوتبي من المهرة الصيعر. نعم. والصيعر وهذه والقبائل الحكلي أو قبائل القراء يقالها ومنسوب عليه ومنسوب إليهم جبال القراء في ظفار. هي وطبعا توجد عاد قبائل أخرى أيضا في ظفار قبائل كثيرة. زين. لكن ما اعتنى ما اعرف حتى بقية انسابين لازم يكون واحد يكون عاد متخصص ايضا. جميل. في قبائل ظفار. اريد اسالك ايضا من قبائل المهرة افخاذ في من قبائل المهرة في ظفار من تذكر؟ في ظفار من قبائل لون المهرة مثل غواص ومثل ما اذكر هنا حقيقة لكن القبائل القديمة القبائل يعني فخاذ المهرة القديمة حسريت ونادغم وبيدع وبيدع واسماعيل وناعب وريام وبعد قبائل اخرى ايضا الحين ما شيء قبائل كثيره في الظفار من المهار لكنه الفخايض هذه ما اني اذكرها زين. هي نعم. هي جزاك الله خير. بارك الله بارك الله فيك. الله يحفظك. جزاك الله خيرا. احسنت.